كلمتوا على 3 مدربين مسكوا في ظرف سنة، لكن آخرهم هو اللي توج وهو اللي أظهر كمان تطور في المستويات حتى. طبعا إيه المختلف اللي في أوجوستي؟ بص، هو في حاجات كتير مختلفة. أول حاجة هو السيستم بتاعه مش سيستم، مش هو يعني مش حاجة صعبة، بيلعب حاجات بقى سهلة وبسيطة جدا، تقدر إمكانيات الفرقة تستوعبها بسهولة. حتى أنا طول لما أول ما جه كان ناس كتير كلها بتقعد تسألني أوجاستي يعمل معاكوا إيه، كنت أقول لهم هو مدرب ذكي جدا، ما بيحاولش يعمل حاجة صعبة قوي. اللعيبة اللي عندك الصغيرة اللي ما عندهاش خبرات هتقف عندها، مفهوم. قادر ان هو يحط كل لعيب في الحتة اللي هو ممكن يستفاد منه بيها. يعني انا اللي عندي لعيب بيخش على الباسكت اكتر، ما بيشوط، فهو بيعمل له ستايل لعب معين ليه هو عشان يوصله للباسكت، هخليه احط له لعبه هو بيشوط فيها ليه هو ما بيعرفش يشوط، انت فاهم مفهوم. قصدي؟ فهو كان ذكي جدا في الحته دي، بيحط كل واحد فينا في المكان اللي يقدر يستفيد بيه واللي يفيد في الفرقه.